بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أيتها المشاهدات الفضليات أيها المشاهدون الأفاضل السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته إن الإنسان مضطر إلى أن يخالف هواه ورغباته طوعا ينبغي الإنسان الذي يريد ان ينجح في هذه الحياه وان يفوز في الاخره ان شاء الله ينبغي ان يضبط نفسه وان يكون حريصا على جمح كباح رغباته واهوائه والا عاش يائسا بائسا متعبا في هذه الحياه فمن بين الامور او القواعد التي تتعلق بهذا الامر في اطار ترتيب الاولويات في الحياه الاوهام تعمي الانسان عن الحقيقه. من اولى الاولويات ان يبتعد الانسان عن الاوهام. فبعض الناس يقول انا ما عنديش زهر، لا حظ لي في هذه الحياه. انا ما عنديش معارف. هذه اوهام. ثق بنفسك، توكل على ربك فلك من القدرات ولك من المهارات ولك من النعم التي انت تسبح فيها لو ركزت في هذه النعم التي حباك الله بها وقد حرم الكثير من الناس لتفاءلت ولا ابتعدت عن هذه الأوهام ولا نجحت بإذن الله فبعض الشباب يقول مثلا لا أستطيع أن أنجح في هذه البلد وسأنجح في بلد آخر هذا أيضا قد يكون من الأوهام فالقوي والناجح في بلده هو الناجح في, في مكان آخر والعكس بالعكس فحاول واصبر واثبت وتوكل على ربك وتعلم ستنجح بإذن الله إذا الأوهام ينبغي أن نبتعد عنها قدر الاستطاعة وأن تكون أولى أولوياتنا أن نركز على النعم التي حبان الله بها أيضا من القواعد للنجاح في الحياة وأن تكون هذه من أولى أولوياتنا عدم التبرير لأن التبرير سلاح العاجز نبرر نبرر كثيرا ونلعب دور الضحية ينبغي على المسلم أن يكون قويا والمسلم القوي خير وأحب لله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لا نبرر مهما كانت ظروفنا فإن الله أقوى إن الله هو القوي إن الله هو الرزاق إن الله هو المعز توكل على ربك وثق بنفسك وابتعد عن عن الاوهام وابتعد عن التبرير وتقديم الاعذار قدر الاستطاعه فمن الناس ومن الشباب في الصيف يقول الجو حار وفي الشتاء الجو بارد وهكذا في كل ظرف من الظروف يبرر لا يستطيع ان يعمل في العمل الحكومي لان ممكن الاجره لا تساعده وفي القطاع الخاص يبرر بان العمل مضني ومتعب فالمسلم الكيس الفطن القوي الذي يحبه الله ورسوله يبتعد عن التبرير وعن تقديم الاعذار في كل مره وفي كل وقت وفي كل حين ايضا من الضروري التعامل مع مشاكلنا الاجتماعيه والاقتصاديه وكل هذه المشاكل بهدوء ورويه وصبر وصبر جميل وهذه من اولوياتنا بان نركز على الحلول لا على المشاكل نعم نحاول ان نعرف اسباب هذه المشاكل ولكن ينبغي ان نركز على الحلول فهذا سيدنا يوسف عليه السلام رغم انه كان مظلوما واتهم في عرضه ودخل السجن ظلما الا انه ركز على الحل قال تزرعون سبع سنين دأب فما حصدتم فدروا في سموله الا قليلا مما تاكلون الى ان قال ثم تزرعون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون من شدة الرخاء والخير العميم الذي يعم البلد اذا عليك اخي الكريم عليك اختي الكريمه بالتروي وبالصبر في مجابهه المشاكل ولا تخلو الحياه من كدر هذه هي طبيعه الحياه الدنيا فالانسان المسلم هو الذي يرى الى هذه المشاكل يركز على الاسباب التي اوصلته الى تلك المشكلات ويركز اكثر على الحلول فان الله عز وجل سيعطيه الحلول الكثيره ليخرج من تلك الازمه بسلام ان شاء الله. من بين القواعد ايضا في ترتيب اولوياتنا في هذه الحياه معرفه العدو الحقيقي، تحديد العدو. الكثير من الناس يضيع الوقت والجهد على اساس ان ذلك الشيء هو العدو وان ذلك الانسان هو عدوه. فعدوك ليس الحبيب ولا القريب ولا الجار ولا الأستاذ ولا الزميل في العمل عدونا هو الجهل عدونا هو التطرف عدونا جميعا الكراهية والتعصب والفقر هذه الأعداء التي نشترك فيها جميعا ينبغي أن نواجهها جميعا فمهم جدا أن نحدد الهدف أو أن نحدد العدو في حياتنا فبعض الناس أمضوا حياتهم حقدا وبغضا على إنسان باعتبار أنه عدو ولكن في الحقيقة يشترك معهم في الدين يشترك معهم في الوطن فلا بد أن نحدد العدو بدقة أولى أولوياتنا أن نترفع وأن نصبر وأن نتسامح حتى نركز على العدو الحقيقي العدو الذي يهدد أمننا ويهدد وطننا ويهدد قيمنا ويهدد أسرنا ويهدد مستقبل أبنائنا والأولى من ذلك هو ليس فقط تحديد العدو وإنما نشر قيم التسامح والتعاون والتكافل والتضامن بين أبناء المجتمع الواحد والوطني الواحد والقاعدة الأخرى أيضا ضرورة البدء بجانب إصلاح الأخلاق إصلاح الأخلاق وغرس القيم النبيلة لأن التحدي الذي سيواجهنا جميعا ما يتعلق بالأسرة ويتعلق بالقيم ويتعلق بالتضامن الاسري فلا بد ان نصلح اخلاقنا لعلي اضرب مثلا على ذلك واختم في هذه المساله فنظرتنا للزواج احيانا نظره نظره خاطئه تاثرت بالفلسفه الماديه التي اجتاحت العالم فالزواج هو سبب للاستقرار والمحبه والالفه والموده ومن آيات خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل أي الله عز وجل بينكم مودة ورحمة فأصبح التركيز على الزواج وعزف بذلك الكثير من الشباب والشابات عن الزواج لأنه أصبح مكلفا فأصبحنا نركز على الوسيلة هل المرأة تعمل أم لا تعمل جمال المرأة إقامة الزوج أو هذا الشاب أين يقيم؟ ماذا يكسب؟ فأصبح المعيار المادي هو أساس كل شيء، ولكن الأخلاق والقيم وبهذه الأخلاق عاش آباؤنا وأجدادنا رغم بساطة الحياة في حب وسلام وانسجام، وقدموا للجزائر علماء وأبطالاً ومجاهدين، فبالتالي ينبغي أن نركز على الوعي وعلى إصلاح الأخلاق. واصلاح وتعزيز هذه القيم النبيله في المجتمع، وبذلك نسعد فأولى اولوياتنا ان نركز على اصلاح هذا الامر، التركيز على القيم النبيله وعلى الاخلاق الجميله، الجليله، الطيبه حتى نسعد جميعا فهذه بعض القواعد التي تساعدنا في السعاده في الدنيا. والفوز بجنات النعيم ان شاء الله في الاخره بارك الله فيكم جميعا وساق الله اليكم ما يسركم وما يفرحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته